لان واحد امين من سفر اشعياء اصحاح 25 بركاته علينا امين من عدد 6 ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي سماء ممخة دردي مصفى ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة والمجد لله دائما أبديا أمين. خريستوس أنستي. أنا آسف إن احنا تأخرنا النهاردة لكن إن شاء الله الأسبوع الجاي هنبدأ رفع بخور الساعة 6:30 بالظبط. الحقيقة جالي سؤال عجيب أول مرة ألاقي حد يبعت لي السؤال بالطريقة دي بيقول احنا احتفلنا بالقيامة ودخلنا في أفراح القيامة وقلنا المسيح قتل الموت وكل الوعود اللي قالها لنا أمال احنا لسه عايشين في حزن ليه؟ أمال مش حاسين بالفرح بتاع القيامة اللي بنرتله ده في قلوبنا ليه؟ أمال مفيش في داخلنا من جوه تغيير ولا حاجة جديدة بنحس بيها؟ كثيرون يؤمنون بالقيامة بل ويكرزون بها لأنهم لا يعيشونها هؤلاء لا يزالون في طريق عمواس يحتاجون إلى ظهور المسيح لماذا نعاني معاناة زي مثل أهل العالم سؤال عجيب وسؤال غريب ومفروض هو يسأله نفسه المفروض ان صاحب السؤال يراجع هو نفسه ليه انا فعلا ما عنديش افراح القيامة مع ان الكنيسة كلها بنرتل بتسابيح الفرح وبترانيم القيامة نقعد 50 يوم واسبوع الام كامل ما فرقش عنده هو ما قالش ان هو ما بيحتفلش او بيقول بيحتفل مع اللي بيحتفلوا وبياخد شكل القيامة زي اللي بيحتفلوا بالقيامة لكن مش حاسس لا في بيته ولا في حياته القيامة دي ايه السبب ان شاء الله الاسبوع الجاي لما نكمل بداية الموضوع اللي خدناه من أول
آخر مرة ختام الصوم يوم الجمعة كنا بدأنا فيه، لما نخلص ونمشي فيه شوية وهتفهم وتشوف طريقة الحرب الشيطانية اللي كانت مع المسيح، اللي هي ما زالت بيحاربك انت بنفس الطريقة. لما هتشوف ازاي المسيح كان بيرد وازاي المسيح كان بيواجه، هتعرف وتتعلم انت كمان ازاي تواجه، لان احنا مش عارفين نتعلم ازاي نحارب الحرب الروحية، لان الشيطان ما انتهاش، هو مقيد لكن ملوش سلطان علينا. ده كان كل همه في الطرق بتاعته ازاي يفسد البهجة بتاعتك، ازاي يوهمك باللي مش موجود فيك، ازاي يشغلك بالجسد والهموم واليوم ويبعدك عن جوهر الحقيقة بتاعتك. كل ده وجه المسيح، واللي كان فينا في أسبوع البصخة بيصغي للقراءات وبيفهمها وبيراجعها لما بيروح، كان يكتشف كل الأمور دي، إزاي المسيح واجه. مفيش حاجة مواجهاش المسيح، بس العيب ان احنا مش فاهمين، احنا ما بنقراش، احنا ما بنسمعش، احنا ما بنفهمش، احنا عينينا مفتوحة لكن ما بتشوفش. لو انت فهمت وقريت ورجعت وشفت ازاي الشيطان بيجي ناحية ازاي وبيفسد الحياة اللي انت بتشتهيها، هتعرف انت كمان تحارب. احنا لسه ما تعلمناش ازاي نحارب، بل ما عرفناش ايه الخطط الشيطانية في حياتنا. الشيطان له 100,000 مدخل للحرب، لكن أساسها كلها واحد وهدفها كلها واحد، إن إحنا نتعمى عن القيامة. والإنسان أول ما بيتعمى عن القيامة ما تنتظرش منه شيء تاني، انتهى، بيبقى زيه وزي حياة أي إنسان في العالم عايش، بيعيش وفي اللحظات الأخيرة في حالة موته بيصدق إن فيه موت، فبينكشف له السلوك اللي سلكه وعدم الفهم اللي كان مضلل بيه، فبتزداد الرعب عنده وتزداد المخافة، ويرجع بمتعلق باللي أغواه بيه الشيطان طول حياته وهو ما فهمش. عشان كده بنشوف ساعات الإنسان هو في اللحظات الأخيرة ممكن يقعد يوم واثنين وثلاثة وأربعة يقولوا بينزع في الروح وروحه مش عايزة تطلع، لأنه ممسوك. اكتشف اخر لحظة انه ما كانش فاهم، فمش عاوز يطلع من الجسد، وما فهمش وما صدقش الكلام اللي قاله المسيح وازاي حارب بيه. ان شاء الله هناخدها، هنكمل السلسلة ديت في الكام اسبوع الجايين اللي احنا بدأناها في اخر مرة قبل أسبوع الآلام. النهاردة أنا أكلمكم كلمتين بساط عشان الوقت، لكن كلنا عارفينهم
لكن جايز بعض مننا ما بياخدش باله منهم، هو عارف القصة. فمعلمنا لوقا الوحيد اللي ذكر الحكاية دي. شفنا المسيح أول ما تضرب الراعي تتفرق الرعية كلها، ولما نشوف المسيح خلال 3 سنين ونص لسانه نشف مع التلاميذ، وفي كل مرة يوريهم ويقول لهم إن ابن الإنسان هيسلم إلى أيدي وأيدي وأيدي وهيحصل وهيقتلوه وفي اليوم الثالث هيقوم. يعني قصة لما تتكرر في ودان الواحد 3 سنين في كل موقف وأكثر من مرة، وبعدين في الآخر تكتشف إن هو ما سمعش وما هو شايف. يا هو كان يقصد كده؟ ده بيقول بعد إيه؟ بعد ما فات الأوان. فبيبقى تايه، التوهان اللي بيعمله الشيطان معانا. عارف عارف لما يقول لك قعد الانسان يتوه وتوه لحد ما تاه وتعب والاخر استسلم. عشان كده لما جت احداث الصلب انزعج التلاميذ وخدتهم الخوف، وشفنا المناظر اللي شفناها وشفنا الحاجات اللي ما كناش ممكن ابدا نفكر فيها. صحيح شفنا اشخاص غير اللي كنا شايفينهم طول مدة المسيح ما كان عايش. شفنا ناس طلعوا كنا فاكرينهم انهم خطاه وانهم بعيدين عن ملكوت الله وانهم ملهمش علاقة بالمسيح، شفناهم هم اللي ظهروا وكل اللي كانوا وراه زي معظمنا يعني، واللي كانوا بيسمعهم وبيجرم كلهم اختفوا. لو كنت سألت في ساعتها او كنت شفت منظر نظرة نظرة التلاميذ او المؤمنين لواحد زي نقدموس او يوسف الرامي، يقول لك من يوسف الرامي ده؟ ده واحد من المجمع الظالم بتاع الناموس ده، ده ناموسي وفريسي وممكن يتكلم عليه كلام كتير. يقول لك لا ده من المرفوضين، ولما يجيب سيرة نيقوديموس يقول لك ده راجل خواف وجبان، وده جه للمسيح في الظلمة ويسأله والمسيح وبخه والمسيح قال له انت راجل شيخ وما انتش عارف تتولد ازاي، ويتهكم الانسان عليه. امال مين اللي لابد فيه ومسك فيه والناس بتطوبه والناس بتكبرهم؟ التلاميذ والمجموعة اللي مشى وراه في معجزاته، اللي قال لهم عشان انتوا كلتم من الخبز فشبعتم فمشيتم وبتيجوا تسمعوا عشان تاكلوا وبطنكم تمتلئ، او عشان تشوف المعجزة وتصطادوه بكلمة، او له هدف بيت اي هدف، او بنتفرج عليه وبنشوف مشحناته. شفنا فجأة كل ده اختفى وظهرت الناس اللي احنا ما كناش فاكرينها انها لها لازمة، وكأن الله كان بيعدهم واحنا كان مفهومنا عنهم غلط وكانت نظرتنا لهم وحشة.
لأن عينينا كانت مقفولة، والعين المقفولة يبقى القلب بتاعها أعمى ما بيشوفش، ولو عامل قلب ما تسألش على حاجة تاني أو ما تنتظرش شيء تاني. لما اتقبض عليه وبدأوا في المحاكمة، الكل التلاميذ اللي حواليه هربوا وخافوا، مع انه قبلها مفيش في نفس الليلة قالهم اللي هيسلمنا اقترب وصلوا عشان ما تدخلوش في التجربة، واحنا رايحين اورشليم وابن الانسان هيصلب ويسلم لأيدي الأمم واليهود ويقتلوه وفي اليوم الثالث يقوم. كله هرب وجري وقفل، وشوفنا الجرأة اللي كان بيجيله بالليل وبنتريق عليه، واللي كان بيجيله متخفي ولو يقول ازاي بس كده، ولو سألت طفل صغير وقلت له نيقوديموس لك اللي جالي المسح في الظلمة بالليل وكان عاوز عشان خايف من اليهود. شفنا اللي احنا كلنا حكمنا عليهم انهم خايفين وانهم من الفريسيين وانهم هو اللي تجرأ يوسف ده وراح طلب من بيلاطس جسد المسيح، هو اللي اهتم بجسد المسيح. تصدق واللي قلنا عليه جاي بالليل ده كان شجاع وجريء، كان محضر الأكفان وخرج هو ويوسف مع بعض وحطنا الخطة بحيث انهم ازاي ياخدوا الجسد وازاي يكفنوه ويحطوه في القبر، وهم اللي يقفلوا عليه. ايه ده؟ طب وفين بطرس اللي قالوا احنا مستعد اموت وياك وانا ولو انكرك الكل انا مش هنكرك؟ اهو اللي قاله له المسيح حصل، وعشان ما كانش له ودان في ساعتها ما فهمش، زي اللي سألنا النهارده السؤال ده واللي بعت الورقة ديت. ليه هو ما بيفرحش بالقيامة؟ لأنك ما انتش مؤمن بالقيامة، انت مؤمن بها زي التلاميذ اللي ماشيين قبل ما يمتلئوا من الروح، لأن روح الله مش فيك، انت موته، انت مسكته، هو بيعمل فيك وانت ما انتش عاوز تسمع. المهم شفنا الناس دي بقى هما الاولين واللي كانوا حواليه في الاول، وكلنا فاكرين دول الاوائل اللي في الاول بقوا اخرين، اخر ناس. عشان كده كان المسيح دايما يقول لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، ما تحكمش على حد عشان ما يحكمش عليك حد، ما تحكمش على الآخرين لأنك أنت ما تعرفش في الداخل إيه، لأن دايما حكمك مش مظبوط. شوف أبرز خمس ست سطور، كان واحد منهم هو اللي كتب الكام آية دول أو القصة دي، هو لوقا، عشان كده هو الوحيد اللي كتبها في بشارته. اتقبض على المسيح ومات المسيح، خد بعضه ومشي، وخد معاك اليوباس واحد من
من التلاميذ أو من الرسل وراجعين، والكآبة ملياهم والعنبوسة والحزن، وما كانش فيه من واحد فيه له عنده جرأة أي واحد يتكلم عن المصلوب ده هيحرم من أورشليم، هينطرد خايفين من اليهود. فكل الأفواه اتقفلت، يقول لك وإذا اثنان منهم كانوا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، يعني المدة بتاعتها هتاخد ساعتين، هيمشوا ساعتين. خد بعضي ومشي، ماشي الاتنين يأسين، لكن لما بقوا على السكة وعلى الطريق مفيش بقى يهود، خلاص بقى سفر، فجت لهم الجرأة شوية، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن كل الحوادث ديت، والشك مالي قلوبهم، ونسوا كل الكلام اللي قالوا المسيح في 3 سنين بيسمعوه، وكأن واحد عجمي واحد بيتكلم لغة والتاني مش فاهمه. هم قاعدين يتكلموا ويتحاوروا، ماشيين وبيتحاوروا وبيتسلوا في السكة، وكلام ما فيش الا كلام عن اللي اتقتل ده واللي صلبوه ده ومات. يقول لك الكتاب وفيما هما يتكلمان وتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه، وهنا تقف ما تمرش عليك، اقترب المسيح نفسه وهم مش عارفين ومش دريانين، مش هم طلبوه لانه كانش عارفين، هو مات، لكن هو دايما اللي بيجي، عشان كده مرات كتيرة بيجي من غير حتى ما تدعيه، بيجيلك عشان يخبط عليك، وبيجيلك عشان يسمعك ويتكلم معاك وانت تقفل ودنك اكتر مما مقفولة، ولا انت هنا لا بتسمعه ولا بتشوفه وهو ماشي جنبك. ايه ده، هو ماشي جنبي، هو اللي جه ده مات. اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، الاتنين ماشيين وهو ماشي وراهم سامحهم في المناقشة اللي بيتكلموا فيها، عارف الضعف اللي فيهم، لكن اقترب منهم. ولما تقول لأي حد كده وإيمانه متخلخل وتقول له المسيح جنبك قريب منك أقرب من قلبك ليك، بس أنت ما انتش واخد بالك منه، احنا بقى نقعد بقى نتكلم في الكلام ده يا عم بقى، سيب خلينا في ال أقول لك ده قالها مش قالها، وإذا أنا واقف على الباب وأقرع ومحدش فهم يعني إيه انا واقف على الباب واقرا، ده هو اللي جاي لك لحد البيت وبيخبط، لو اللي جوه ده فتح الباب وسمع هيخش، ده ولو لو التاني ده عنده صمم في ودانه او مصمم ما يردش على الباب خبط وبعدين صرخ وبعدين نادى
والتاني زي ما هو جوه مشغول ملهي مش عاوز يفتح الباب، مين اللي بيخسر؟ طب افتح له يمكن تخش، واتأكد لما يخش هيبدد لك كل الخوف اللي عندك، هيحللك كل الشكوك اللي فيك، هيتكلم وياك، وأول ما يتكلم معاك هتنتهي كل شيء بيألمك وبيتعبك. المهم هو ماشي وياهم وبيسمح، وشافهم بيتناقشوا وهم همش شايفينه، أظهر نفسه لهم في الآخر كده يعني واحد ماشي، وبعدين قرب منه حشر نفسه بالعافية، دخل من غير استئذان. وقال لهم ايه الكلام اللي بتكلموا فيه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب انت مالك انت وما اللي بنقوله؟ اصل يطلع واحد من الفريسيين ولا بتوع رؤساء الكهنة ويقبض عليهم. ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ ما كل موضوع انا هخش فيها حلو وفهمك ووعيك، ولو كنت في خطر هنقذك، ما تتسرعش. ايه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ بتقولوا عن ايه؟ يقول لك ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. العين مش قادره تشوف. ما هو انت لما واحنا قاعدين دلوقتي هتلاقي كده عينك مش شايفة بس الا الناس اللي قدامك، لكن لو انت عينك اتفتحت وبقت كده ومسكت عدسة مكبرة كده وبصيت هتلاقي الحتة كلها حواليك مليانة حشرات من كله وبكتيريا وكل ما انت لا تتخيله. لو انت مسكت رغيف العيش اللي بتاكله ده وشايفه نظيف وجبته كده بالعدسه وبصيت مش هتقدر تاكل. انت مش لوحدك في الكون، في غيرك بيشوف اكتر شويه درجات. عينه امسكت وهمش شايفين، فاكرينه واحد اهو ماشي، واحد مروح زيهم وتعجبهم. يعني هو مش ماشي ليه زعلان ده؟ ولا ما بيفكرش في الموضوع ده؟ ما دخلش في الموضوع ده ازاي؟ لا ده دخل، ده هو صاحب الموضوع نفسه. بس قال لهم الجملة ديت، وده اللي خلاني النهاردة بتكلم على الحتة دي بعد السؤال ده. قال لهم ايه؟ قال لهم وأنتما ماشيان عابسين. إيه الكلام اللي أنتوا بتطرحوه ده بتتكلموا فيه وأنتما ماشيان عابسين؟ الحزن على وشكم والخوف والرعب، ليه مش فرحانين؟ ليه مش ماشيين كده مبسوطين؟ هو ربنا خلقك عشان تحزن؟ وخلقك عشان تعبس؟ وخلقك علشان وعلشان وعلشان؟ هم ما كانوش شايفين نفسهم عابسين، هم شايفين نفسهم منهم يعني فهيمة وبيحللوا الأمور، لكن هو قال لهم غير كده او شافهم غير كده. قال لهم بتتكلموا في ايه كده وانتم
ماشيان عابسين. فأجاب واحد منهم الذي اسمه كليوباس وقال له: أنت متغرب وحدك في أورشليم ولا إيه؟ يعني أنت ما أنتش من البلد ديت؟ أنت غريب ولا إيه؟ أنت من حتة تانية؟ ما أنتش عارف، ما أنتش عارف إيه اللي حصل الأيام ديت وكل أورشليم بتتكلم عليها؟ قال لهم ايه هي؟ خد بالك، خد بالك المسيح بيشدك ازاي، خد بالك بيشدهم، هيشدهم ازاي وينتشلهم ازاي. الاول مشي قرب منه ومشي وراه وتنه مراقبه وسمع كل كلامه، وبعدين قرب منهم فشافوه، بس شافوه غلط، افتكروا واحد زيهم مسافر زيهم. خلاص انت ماشي واحنا ماشيين، لكن هو قرب منهم وهو اللي بدأ يحط نفسه. قالوا ايه اللي بتتكلموا فيه ده؟ وشافوا كده متضايقين ومعبسين والحزن على وشكم ومنظركم، يعني ايه في ايه؟ ايه الجديد اللي مخليكم متعبس كده؟ برد واحد منهم بقى جرأ وقال له: انت من بلد تانية؟ انت ما انتش من هنا ولا ايه؟ لما سمعتش اللي حصل في البلد والناس كلها خايفة تتكلم فيه بس شافته؟ قال له ايه هي؟ وكأنه ما يعلمش. قال له ايه هي؟ ايه اللي حصل في البلد يعني اللي بتتكلم عليه ده اللي انت بتقول ما انتش عارفه؟ قال له: الأمور المختصة بيسوع الناصري. خد بالك، قال له: الأمور المختصة بيسوع الناصري. وكان يسوع الناصري ده واحد كان ساكن جنبهم، ما قالوش المعلم، ما قالوش النبي، حتى النبي ما ادلوش لقب، لا حاف كده. الامور الخاصة بيسوع الناصري، يعني بعيد عنك، يعني يسوع الناصري شخص بعيد عننا، انتش عارف ايه؟ قالوا له: كان إنسان نبي، كان إنسان نبي أو زي نبي، بس يا أخي كان عجيب، كان مقتدرا في الفعل والقول، كان عنده قدرة، اللي بيقوله كان بيحصل سواء قدام الناس أو قدام ربنا قدام الشعب، يعني اللي كان بيقوله كان ربنا بيرضى على اللي بيقوله والناس بترضى عليه، وكان قوي مقتدرا يعني بيعمل معجزات، اي مريض بيروح له بيشفيه، اي حاجة، نبي واخد قدرته من ربنا. ازاي يا اخي اسلموه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ وبعدين هنا ما قطعهمش، سابهم يتكلموا. ونحن كنا نرجو ايه ونحن كنا نرجو، احنا بقى
الاثنين اللي قدامك كنا نرجو، كنا بنتمنى. الله الله، يعني ما فيش ايمان جوه ولا ايه؟ يعني كانوا عارفينه كده مجرد بالكلام بالمنظر من بره. وكنا نرجو انه هو المسمع ان يفدي اسرائيل، كنا فاكرينه بقى ان هو ده اللي هيجي يملك ويخلصها من الرومان، هو ده كنا فاكرين، كنا بنتمنى. لكن يا خسارة، اتمنينا وطلع ما خدناش حاجة. بس مع كده النهارده له 3 أيام يا أخي. بس بعض النساء حيرونا، إذ كنا باكرا عند القبر وما لقوش جسده، أتينا قائلات إنهم رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. وبعض منهم اللي معانا راحوا في القبر وبصوا فلم يروه، ما لقوش حاجة. يا الشك كالمال القلب، والإيمان صورة اسم، والمنظر انهم اتنين يعرفوه وكانوا معاه وتابعينه بنفس الأمثلة اللي قالها المسيح كلها، زي شجرة التين أوراق فقط. فبدأ يكلمهم قال لهم أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان. كشف المرض اللي عندهم، وده المرض اللي عندي اللي بيبعت السؤال وكل واحد بيقول زيه. هي دي النقطة، العلة، ده المرض. غبي، غبي وبطيء الفهم في الإيمان، ما عندوش، هو عنده صورة الإيمان لكن ما عندوش الإيمان. بجميع ما تكلم به الأنبياء، أفما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل لمجده؟ يقول وقعد يفسد لهم الكتب، الأمور المختصة في الكتب. يقول لك المسيح ليه المسيح ما كتب لناش كتاب؟ ليه المسيح ما عمل لناش كتاب زي موسى كده كتب كتاب؟ المسيح مش محتاج كتاب، ما هو المسيح ما عنده عدد الكتاب. ما بيقولهم هو ما بيطلع لهم من نفسه من الكتاب اللي هو العهد القديم، اللي احنا ان احنا بغباوتنا وعدم فهمنا فصلناهم بين نطبع العهد الجديد لوحده بعيد عن العهد القديم، وبقى في جيبنا كتابنا، في جيبنا كتاب العهد الجديد كده، وهو ده المسيح. طلع لهم نفسه من الكتب اللي عندهم اللي هو كتاب العهد القديم من موسى ومن جميع الأنبياء، يعني من موسى من التكوين والخروج والتثنية وأشعياء وحزقيال وأرميا، كل الأسفار اللي معاك ده هي ده الكتاب، وهي دي اللي فيها المسيح. بس انت عشان ما انتش شايف وما انتش عاوز تعرف وما انتش عاوز تتعب وتفهم وتقرا وتسال، تايه معبس، ما عندكش رجاء، ما عندكش امل، ما انتش مصدق.
ظبط كلامه لحد ما جه خلص الطريق عشان يخش القرية، وكانت الدنيا بدأت تليل كده. قال لهم بقى أنا هسيبكم عشان اتفتحت عليهم أو حسوا بقلبهم حاجة يعني مسكوا فيه. قالوا لا لا، لازم تيجي تبيت معانا، الدنيا ليلت والدنيا ايه، مسكوا فيه ألحوا عليه. خد بالك من الحكاية دي، ألحوا عليه، ألحوا عليه في السؤال، مسكوا فيه ومش عايز يسيبوه. لو كانوا سابوه قالوا طب مع السلامة، متشكرين على اللي انت قلته لنا ده وخلاص، ما احنا عارفينه، ما احنا سمعناه من الكهنة عندنا، ما كانوش خدوا حاجة. فألزماه قائلين امكث معنا، مش هنسيبك، خليك ويانا. ألحوا عليه، يقول لك ألزماه، فألزماه، يبقى خد بالك من الكلمة دي، يعني مش بيشدوا في كده عزومة، ده مصممين امكث معنا هذا المساء. هي ديت اللجاجة في الصلاة اللي عمال كل شوية تقرا وتقول هي اللجاجة في الصلاة، نلجج في الصلاة ازاي؟ مسكوا فيه، دخل اهو، ولما حسوا انه دخل اهو من غير ما يدرم مسكوا فيه عشان يقضوا معاه الليل. فدخل ليمكث معهما، قال لهم اللي يسمع كلامي واللي يحفظ وصيتي ادخل انا وابي ونتعشى عنده وهو معانا. قال الله، كل ده قاله بس اعلانة مقفولة، وبعدين ده المفروض هو ضيف بقى، دخل عنده، هم اصحاب البيت وصاحب البيت هو اللي بيعزم على الضيف، لكن دول حطوا الخبز، ما هو ياكلوا ايه يعني، هو كانوا زمان هياكلوا ايه يعني، وهم راجعين معبسين كده والدنيا ليل ومع الضيف. جابوا شويه عيش حطوه خبزه، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا، راح واخد خبزاي عشان ياكلوا. وبعدين بارك، شكر، قال ايه ده، الدور ادالهم الخبز انفتحت اعينهما وعرفاه. اي واحد كده اعمى وفتح عينيه وعرف، عرفوه ازاي؟
قوم. أو في واحد هو مش هيقولهم اهو، هو بيمد ايده عشان يحط له اللقمه واداله في بقه، مش مد ايده، شافوا ايه في ايده؟ اول ما اكتشفوه بقوا نار وبص عليه ما لقوهوش. ولينا كل مجد وكرامه الان والى الابدين امين.